تحتل الملكة عناوين الصحف بشكل دائم، وقد تكون نالت في الأسابيع الماضية اهتماماً لم تنله في سنوات. التأويلات بدأت بعد أن أمضت الملكة إليزابيث الثانية ليلة في مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن، ومن ثم ألغت حضورها لمؤتمر المناخ كوب 26 في عمر 95. الملكة مرهقة، فهل يحق لها التقاعد؟ An excellent question really, and it's one that can be answered simply no. هذا سؤال الجواب عليه ببساطة كلا. عندما أخذت العرش عام 1952 بعد وفاة والدها الملك جورج، قالت في مقابلة إذاعية شهيرة: إذا ما كان عمري قصيرا أم طويلا، أنا في مهامي مدى الحياة. التقاعد ليست كلمة قد تقبل الملكة باستخدامها. لدى تتويجها عام 53 كان قسمها أمام الله وشعبها. التنازل عن العرش أمر تبغضه العائلة الملكية وترفضه تماماً منذ تنازل الملك إدوارد السابع عن دوره كملك. لذا سيخفف الأمير تشارلز وزوجته كاميلا والأمير ويليام وزوجته كيت عن عاهل الملكة من أعباء ومهام وواجبات. لكن الملكة إليزابيث لا ترضخ للتعب، وها هي ببسمة عريضة تقدم جائزة ذهبية للشعر عبر الفيديو. تحظى الملكة بشعبية واسعة، فالناس هنا يتعاطفون معها، يتابعون أخبارها ويحزنون إذا ما تعبت أو مرضت، ومنهم من لا يمكنه أن يتخيل بريطانيا من دونها. من لندن، ريما مكتبي، العربية.